قدمت على مسرح دار الأسد للثقافة باللاذقية فرقة بوهالا بانتشي القادمة من الهند حفلاً فنياً جمع بين الموسيقى والرقص والغناء لنقل جزء من تراث هذا البلد المتنوع. أمسية اليوم وحفل اليوم هو أداء وعروض من قبل يعني فرقة بهانغرا الدولية لبوهالا بانتشي، وهي تحت رعاية المجلس الثقافي للعلاقات الهندية وحكومة الهند. وتأتي هذا يأتي هذا الحدث بمناسبة الاحتفال بالذكرى 73 ليوم الجمهورية والذكرى 75 لاستقلال الهند. في أنشطة ثقافية متنوعة أقيمت بالتعاون مع السفارة الهندية بمختلف المحافظات، صار يعني باللاذقية صار أكثر من نشاط مثل أسبوع الفيلم الهندي، فرق فلكلورية قدمت اليوم، فرقة بهانغرا عم تقدم العرض الفلكلوري. طبعا اليوم مراكز الثقافية عم تكون بوابة لكل المهتمين بثقافات وحضارات وفلكلور الشعوب. الحفل أقيم بالتعاون بين المجلس الهندي للعلاقات الثقافية في سفارة جمهورية الهند بدمشق ووزارة الثقافة كجزء من احتفالية الهند بيوم الجمهورية لاستقلالها. رئيس فرقة بهانغرا سيقوم بأداء يعني عروض أداء رقص وموسيقى وغناء تمثل الثقافة في ولاية البنجاب في الهند، حيث أنها حياة قروية سيمثل النشاطات والحياة الريفية والثقافة الهندية هنا. نحن سعيدون بأننا قد يعني اغتنمنا هذه الفرصة وحصلنا عليها بأن نقدم عروضنا هنا في اللاذقية وأمام شعب اللاذقية. نبدي امتناننا لسوريا لاستضافتنا وأيضا للمجلس الهندي للعلاقات الثقافية وحكومة الهند على تنظيم هذه الفعالية لنا، لأننا نأتي إلى سوريا أول مرة، ومن خلال ما شاهدنا من خلال قراءاتنا عبر الصحف والإعلام التي تهول العديد من الأشياء، يعني عندما أتينا هنا لقينا يعني مدن جميلة جدا، ونحن سعيدون جدا جدا بقدومنا أول مرة إلى سوريا. تميز الحفل بتقديم لوحة فنية بصرية جمعت بين الأدوات الموسيقية التقليدية والأزياء الشعبية من خلال رقصات عديدة ارتبطت بالمعتقدات والتقاليد الشعبية الريفية تعبر عن التراث الشعبي الهندي، بالإضافة إلى تقديم عدد من الأغاني.